الأخبار من الحدث. ترحيب سوداني أوروبي أمريكي بشطب الخرطوم من لائحة الإرهاب، وحمدوك يأمل في تخفيف ديون السودان. الجيش الليبي ينفي أي نتائج رسمية أو تقدم جدي بمحادثات جنيف، ويشترط ضمانات بإخراج كل ما هو أجنبي. واشنطن تضع كيانات وأفرادا من الصين على قائمتها السوداء بسبب تعاملهم مع إيران. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. بداية هذه النشرة بأبرز المستجدات. إلى جلسة جديدة لمحكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من رموز نظامه في قضية انقلاب عام 89. الأستاذة يسرية إسماعيل محمد، الأستاذة دينا الطيب بشير، تحت خالص. نعم واصل. الأستاذ الباغر إدريس، الأستاذ عادل حسن حامد، الأستاذة إشراق الإمام، الأستاذة إخلاص الصير. ملينا الأربعمية يا أستاذ سير. حتملينا الأربعمية؟ لا 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 لا، حاضر الاثنين بس. الأستاذة سهام علي مختار، وأخيرا الأستاذ إسماعيل حسين، وبحضور المتحرك. شكرا جزيلا. دفاع. عبد الباسط السبدرات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عبد الباسط صالح السبدرات عن المتهم الأول عمر حسن أحمد البشير. الأول يوسف عبد الفتاح. أنت مولانا جبت لنا ورق في أنه هو أصبح المتهم الأول. الأول مدون يوسف عبد الفتاح، وأنت تعلم بذلك، يعني عارف أنه الأول هو يوسف عبد الفتاح. ما قررنا أنه المتهم عمر حسن أحمد بشير يبقى هو المتهم الأول حتى الآن. المتهم الثالث. نعم. عمر حسن أحمد البشير. المتهم التاسع عشر بكري حسن صالح. المتهم العشرين علي عثمان محمد طه. المتهم 21 عوض أحمد الجاز. المتهم 26 أحمد عبد الرحمن محمد، وبحضور دكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة، محمد الحسن عوض الله، عواطف محمد علي الجعلي، أحمد التجاني، محمد الحسن أبو شامة، الفاتح حسين صالح، محمد التوم مالك، ناهي تلسر أحمد، الشيخ النزير، نوال فاضل بابكر، عبد الله الصافي، محمد هاشم،
محمد زين العابدين علي السماني طيب الأسمى مالك فتح الرحمن مالك عتيق هجو أحمد محمد أحمد محمد عثمان المليح محمد الأمين الشريف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. محمد شوكت على المتهم الثامن عشر. أحمد عبد الله محمد النور والمتهم واحدة واحدة. نعم. أحمد عبد الله محمد النور المتهم الثامن عشر. أحمد عبد الله النور محمد الثامن عشر والمتهم عبد الرحيم محمد حسين 22. وبحضور من هيئة الدفاع الحاضرين الآن أمام المحكمة الأستاذة محبة عثمان آسيا سعد عثمان فاطمة الصديق هويدا الحاج أحمد. شكرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الحسن الأمين دفاعا عن المتهمين المتهم الثامن محمد الخنجر الطيب المتهم الرابع عشر محمد محمود جامع المتهم الخامس عشر الزبير أحمد الحسن المتهم السابع عشر أحمد محمد علي الفششوية المتهم رقم 27 محمد عوض الكريم بدوي. وحضورا من الهيئة الدفاع الأستاذ هاشم أبو بكر الجعلي وهو ينوب عن الهيئة في مخاطبة المحكمة الأستاذ السير أحمد المبارك الأستاذ خالد بكري عبد القادر والأستاذ عادل عثمان عبد الله. شكرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز علي السيد أحمد على المتهم رقم 25 عبد الله عثمان متضامن معي الأستاذ نجم الدين عثمان حاضر أمام المحكمة المقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر سليمان آدم إبراهيم عن المتهم العاشر التجاني آدم طاهر ومعي في هيئة الدفاع دكتور بخيت عبد الله آدم الأستاذ محمد عبد الله الشيخ الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سامح جاويش دفاعا عن المتهم الثاني عشر سليمان محمد سليمان بالتضامن مع الأستاذ عصام الدين شوربجي وأيضا عن المتهم الحادي عشر سليمان 17 لا لا 12 وأيضا عن المتهم الحادي عشر إبراهيم نايل إيدام بتكليف من الأستاذ دكتور محمد إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. عادل عبد الحميد طه بتكليف عادل عبد الحميد طه عادل عبد الحميد طه بتكليف من الأستاذ زين العابدين حمد في الدفاع عن المتهم الأول يوسف عبد الفتاح محمود متضامن معي في هيئة الدفاع نوال فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
محمد عبد الله شيخ الدين، محمد عبد الله شيخ الدين، دفاع عن المتهم السادس، اللواء طبيب الطيب إبراهيم محمد طير، وبحضور من هيئة الدفاع محمد اللمين شريف عبد الحميد حامد عبد الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سراج الدين حامد يوسف على المتهم الثاني دكتور نافع علي نافع، وبحضور من هيئة الدفاع الأستاذة مريم جسور والأستاذ عوض عبد الرحمن الحاج أبو دقيم والأستاذ محمد علي التوم والأستاذة سمية عبد القادر أحمد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كمال عمر علي عبد السلام عن المتهوم الرابع دكتور علي الحاج محمد الأمين العام للمؤتمر الشعبي، بحضور محامين عن المنظومة الدفاعية، منظومة الدفاع الأستاذ عبد الحفيظ حسن فتح الرحمن، الأستاذ عبد الحميد عوض الكريم، الأستاذ أحمد آدم مصطفى، الأستاذ علي أبو بكر آدم، والأستاذ مصطفى عماد الدين، الأستاذ صلاح الزبير، وأخيرا الأستاذ قتادة هاشم. شكرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر عبد الرازق عن المتهم الثالث عشر الشيخ إبراهيم محمد السنوسي، معي الأساتذة آدم كرم الدين عثمان، البشير محمد أحمد البشير، خالد إبراهيم علي، هارون يعقوب مختار 13، الطيب عبد الله شرف الدين. واحدة ارجع من البداية مولانا. ايوه ارجع من البداية. نعم. معي الأساتذة آدم كرم الدين عثمان، البشير محمد احمد البشير، خالد ابراهيم علي، هارون يعقوب مختار، الطيب عبد الله شرف الدين، تاج الدين بنجا. بسم الله الرحمن الرحيم. بارود صندل رجب عن المتهم رقم 23 عمر عبد المعروف مجذوب، وحضور من هيئة الدفاع الأستاذة مناهي الجعفر، الأستاذ بشير محمد، الأستاذ نصر الدين آدم خليفة. 23. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مزمل موسى أحمد الحر عن المتهم 28 هاشم أحمد عمر بريقع. أحمد عثمان سيد أحمد عن المتهم 34. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عماد جلجال دفاع عن المتهم الخامس يونس محمود محمد،
بالتضامن مع حضوراً علي آدم محمد جبريل محمد بلل بلولة دكتور تهاني دور الدبة واحدة أستاذ نعم علي آدم جبريل محمد بلل بلولة دكتور تهاني دور الدبة زينب جبر محمد عبد الماجد عبد الجليل الأمين محمد هاشم عبد القني شكرا جزيلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم جمال الدين الجيلاني عن دفاع المتهم السابق فيصل مدني مختار ومعي الأستاذ جمال آدم موسى حضورا وشكرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين طارق عبد الفتاح دفاع المتهم السادس عشر عبد الله عبد المطلب ومعي تيسير عكاشة محمد بشير الصاقع نادية فضل جعفر الإمام محمد أبو القاسم فارس عبد القادر سيد البدوي أحمد العركي مضوي العوض حيدر إبراهيم عوض الكريم اعتدال محمد عثمان أحمد حسن رحمة عاصم محمد عبد الله منن فتح الرحمن الجعلي إلهام المبارك بدرية حامد عمر عبد الجليل الأمين عبد الله وأخيرا شادية فضل بشير. إذن كنا وإياكم في هذه التغطية للجلسة الجديدة لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من رموز نظامه في قضية انقلاب عام 89. خلال هذه الجلسة كان الدفاع وقد قدم أسماء كل ممثليه في هذه القضية، أيضا الادعاء العام كان قد تلا أسماء المتهمين في قضية انقلاب 89 وبينهم كما ذكرنا الرئيس المخلوع عمر البشير. نعود إلى سياق هذه النشرة حيث تتوالى ردود الفعل السودانية والغربية المرحبة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. القرار كان مغيد للشباب وللوضع عامة، يعني فالناس ما قادرة تهاجر، ما قادرة تقدم منح برا، ما قادرة تعمل حاجات بالشكل ده. مجرد ما انخلع النظام خلعوا الشعب السوداني، مفترض طوالي كان السودان يعني يرفعوا من قائمة الإرهاب، ودي بتيح للسودان أشياء كثيرة جدا وتنمية كبيرة جدا، يعني الناس فقدها منذ عقود. حقيقة دي فرصة كبيرة للحكومة حاول تستغلها أنها تجلب لك استثمارات خارجية وتعمل تحويل البنوك كلها تكون متاحة وجلب التكنولوجيا. أكيد يعني بلدنا بتستفيد منها استفادة كبيرة جدا خاصة في مجال الزراعة والصناعة. إن شاء الله القرار يكون خير للبلد لأنه البلد فيها خيرات كثير، والقرار ده كان مكبلة ومكتفة شديد لكن هو تأخر، بس نقول كله تأخير لخير. كمواطن سوداني بسيط كنا نعاني شديد في كل حاجة، في كل حاجة أنت يعني متوقعها أنت أساسا كنا نعاني منها، فشطب اسم السودان دي بيفتح لنا آفاق كثيرة جدا. وفي كلمة وجهها بمناسبة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الإنجاز يؤرخ لنهاية تركة النظام البائد. ما أنجزناه اليوم وفي حوار مستمر وبفصيل من الخبراء ظلوا في حوار ونقاش مع الإدارة الأمريكية لأكثر من سنة، استطعنا أننا ننقص العقوبات دي من 10 مليار أو تزيد إلى بضع مئات من الملايين. وقد يتساءل البعض منكم ناس كثار ممكن يسألوا كيف
يتوفر لنا في ظل هذه الأزمة الطاحنة والظروف الصعبة التي يمر بها السودان إننا قدرنا نتحصل على هذا المبلغ. هذه الموارد أتت، هذا المبلغ توفر من مواردنا الذاتية إذ قمنا بتصدير مواردنا من الذهب وحصلنا على هذا المبلغ. هذا القرار يتيح إمكانية أفضل وظروف أحسن لإدارة الاقتصاد بآليات وسياسات جديدة ومتكاملة وأكثر فعالية. رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب واسع لتعزيز وتأكيد عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي. تحدثنا عن ذلك في مخاطبة الأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي وفي مؤتمر شركاء السودان في برلين، لكن هذا اليوم يفتح الباب واسع لعودتنا للمجتمع الدولي، وهي تؤكد وتؤرخ للبداية الفعلية للخلاص من التركة الثقيلة للنظام البائد. هذا القرار يؤهل السودان للعفاء من الديون. نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار. بهذا القرار ينفتح المجال لمعالجة ديون السودان، يساعد على فتح الباب واسع للاستثمارات الإقليمية والدولية. ظللنا نعاني من ذلك كثيرا. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في تغريدة له على تويتر عن أن واشنطن سوف ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد موافقته على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب من الأمريكيين، واصفا ذلك بالتقدم الكبير. بدورها، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أشادت بتوصل واشنطن والخرطوم إلى اتفاق بشأن دفع تعويضات لعائلات الأمريكيين. اللجنة اعتبرت أن السودان قد خطى خطوة كبيرة باتجاه حل القضايا الهامة التي تقف في طريق تطبيع علاقات الخرطوم مع المجتمع الدولي، مضيفة أن السودان قام بإصلاحات ديمقراطية واقتصادية مثيرة للإعجاب. نعود إذن في سياق هذه النشرة بالتأكيد لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، إضافة لعدد من رموز نظامه، وذلك في القضية المعروفة بانقلاب العام 89. الرحمة محمد العاقب الحاشر المجتبى، وقد استظلت الدنيا بالربيع المقيم شهر مولده العظيم. نسأل الله أن يطفي على وطننا الأمن والسلام والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السيد رئيس المحكمة الموقرة، السادة أعضاء المحكمة الموقرين، نيابة عن المتهمين الأول الثالث عمر حسن أحمد البشير، والتاسع عشر بكري حسن صالح، والعشرين علي عثمان محمد طه، والحادي والعشرين عوض أحمد الجاز، والسادس والعشرين أحمد عبد الرحمن محمد، ونيابة عن هيئة الدفاع عن هؤلاء المتهمين، التمس أن أقدم الرد على الخطبة الافتتاحية، وسأتناولها فقرة فقرة. السيد رئيس المحكمة الموقر، أعضاء المحكمة المحترمين، ما جاء في عريضة النائب العام والاتهام، أولاً بدأت الخطبة بالترحم على روح الأستاذ علي محمود حسنين، وذكرت اقتبس: فلنترحم في البدء على روح المحامي علي محمود حسنين الذي كان له السبق في تحريك هذه الدعوة، والذي جعل وصول المتهمين في قفص الاتهام أمرا ممكنا. انتهى الاقتباس. وحول هذا القول نقول: واحد، نحن أيضا نترحم على الأستاذ علي محمود حسن
ونسأل الله له القبول والمرحمة. اثنين، لم يذكر السيد النائب العام الشاكي في هذا البلاغ الذين صحبوه في الهجرة إلى مكتب السيد النائب العام المكلف وقتها، وهو ثالث الأربعة، وبذلك نحمد له أنه قد اعترف أن العريضة التي حركت البلاغ هي ذات العريضة التي قدمناها للمحكمة واعترضنا على أنه شاك فيها. ثلاثة، نأخذه باعتراف أن البلاغ 56/50 هو البلاغ الذي فتحت الدعوة به، وهو ذات البلاغ الذي أصدر القرار الذي أشرنا إليه بتكوين لجنة للتحري والتحقيق، والتي جعلته يجمع بين الشاكي وممثل الاتهام ومنصب النائب العام. ثانيا، جاءت العريضة الفقرة الثانية في خطبته يقول، اقتبس: فهي الثانية من نوعها، يقصد المحاكمة، في مسيرة التطور القانوني في السودان التي تصل إلى منصة القضاء خلال تاريخه الطويل. وهذا قول يجتزئ الحق ويرسل القول دون تحر ويغالط الوقايع، ونقول ذاك للآتي: واحد، شهد السودان عدة انقلابات عسكرية، وهذا الذي يتم في هذه المحاكمة حدث لأول مرة في تاريخ السودان، ولم يشبهه مطلقاً ولم تشبهه مطلقاً أي محاكمة كهذه. هذه أول محاكمة خرقت مبدأً قانونياً ظل مكيناً وثابتاً منذ تأسيس الهيئة القضائية وديوان النائب العام، وهو مبدأ التقادم المنهي للخصومة، والذي كتب لأول مرة في دستور الوثيقة الدستورية أن يسقط ويبطل نص المادة 38 بكيد كبار ومكر ماحق وباطل ملموس. ويظل، ولن نزيد في ذلك لأنه أمر نفتأ نقول ولو أصابنا حرض ولا أو هلاك. هذه أول محاكمة يقدم فيها مدنيون وقادة رأي وزعماء أحزاب ومفكرين حول انقلاب عسكري قادته قيادات عسكرية وصادقت على قيامه كل الوحدات العسكرية، وأصبح ثورة ونظاما لعقود ثلاث. واعترفت به الأمم المتحدة وكل المنظمات، ولا نقول هذا بلا دليل وبرهان، وإنما بشواهد نذكر منها الآتي: واحد، إن أول انقلاب على الشرعية القائمة يوم ذاك كان بفعل القيادة الشرعية إذا أسلمته للقوات المسلحة وجبة على صحن من رضا السيدين الجليلين اللذين يتناسد منهما أكبر حزبين طائفيين ديمقراطيين. فهل تم تقديم قادة حزب الأمة المدنيين للمحاكمة؟ نقول لا. حتى العسكريين صادق البرلمان في عام 1965، وهو برلمان جاء نتيجة لانتخابات جرت في عام 1965، وحصل فيها حزب الأمة على 92 مقعداً، وحصل الحزب الوطني الاتحادي على 73 مقعداً، وتكونت حكومة ائتلافية بين الحزبين برئاسة السيد محمد أحمد محجوب، وقدم للجمعية التأسيسية طلب لا لمحاكمة المدنيين الذين سلموا السلطة للعسكريين، وإنما التصويت عن محاكمة حتى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس عبود ومجلسه العسكري. وصوتت الجمعية التأسيسية على الاقتراح، ووقفت ضد المحاكمة 88 نائباً معظمهم من حزب الأمة، وبذلك سقط اقتراح الاقتراح ولم يحاكم حتى العسكريين. باء، في عهد الفريق عبود الذي دام 6 سنوات تمت انقلابات أشهرها انقلاب 2 مارس 1959، عبد الرحيم محمد خير شنان، محي الدين أحمد عبد الله، ونجح ولم يعتبر انقلابا. وانقلاب البكباشي مقدم علي حامد ويعقوب كبيدة
والرأي الطيار الصادق محمد الحسن وعبد الحميد عبد الماجد وعبد البديع كرار. كل هذه الانقلابات لم يعطل فيها مبدأ التقادم كما يحدث الآن، واقتصرت على المنفذين العسكريين. جيم، في فترة الانتفاضة أبريل 1985 تمت محاكمة العسكريين فقط، وكنت شاهداً وكنت مدافعاً فيها. في محاكمة شملت أربعة من قادتهم، هم خالد حسن عباس، أبو القاسم محمد إبراهيم، مامون عوض أبو زيد، وزين العابدين محمد أحمد عبد القادر، ولم يحاكم ولم يقدم قادة الحزب الشيوعي ولا حزب البعث، رغم أنهم كانوا الحاضنة السياسية للانقلاب، ولم ينص الدستور على سقوط التقادم. أخلص من هذا سيد رئيس المحكمة أن هذه أول محاكمة سياسية، كما سنوضح لاحقاً في ثنايا هذه المحاكمة. ثالثاً، جاءت الفقرة الثالثة في خطبة الادعاء تقول: إن تقديمنا لهذه الدعوة هو التزام دستوري بالدرجة الأولى، واستند على نص المادة 8.3 من الوثيقة الدستورية، وهي إلزام أجهزة الدولة على محاسبة منسوبي النظام السابق عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989 وفقاً للقانون. حول هذه الفقرة الهامة والتي تفتح باباً واسعاً في الصياغة وفي المقصد نقول: واحد، هذا النص المعيب هو محل طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية المغيبة عن قصد وسوء قصد. اثنين، هل يمكن أن يضمن دستور مثل هذا النص الطليق الصراح عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني؟ وثلاثة، وبهذا التحديد للتاريخ من 30 يونيو 1989؟ أربعة، ولماذا يبدأ التاريخ من هذا اليوم ويغفل عن كل فترة من فترات الاستقلال وحتى اليوم؟ خمسة، الغريب أن هذا النص يتصادم مع نص المادة 16.3 من الوثيقة الدستورية، والسيد النائب العام يعلم ذلك ويتجاهله. ستة، وهل هذا النص الطليق الصراح والذي لا كوابح له كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني، والذي يبدأ عمره من 30 يونيو 1989، يمكن أن يكون فقرة في دستور انتقالي يحرض كل مواطن أن يتحدث عن كل فعل يعتقد أنه يشكل جريمة ويجعل الوطن في تغابن وخصام؟ رابعاً، جاءت الفقرة الرابعة تمن على أن النيابة التزمت بنص المادة 83 والمادة 4 واو من قانون الإجراءات الجنائية، ولن نخوض في هذا لأن المحكمة الموقرة ردت رداً مفحماً ومانعاً، وإن حدث هذا فهو حق يقفله القانون. لا، لكن انا ما بتجاوز، فانا اتجاوز مع اشطب جزء لانه المحكمه تجاوزته خلاص، لكن انا عندي له اضافه، حقي انا. وهذا الحق لم يمارس مطلقا، وانما جحد تماما. واسوق حادثه واحده يقول، وهي ان طلب مني المتهم الثالث ان اوضح انه عندما سمع خطبه الاتهام تقول أنه أوفى بما يستحق المتهمون من حقوق وفق المادة 83.4.4 واو من قانون الإجراءات، قد صعق وقد تذكر أنه ولن ينسى أبدا أنه منع من أن يرى والدته وهي تنازع الروح وتحتضر، ثم أنه منع أن يشهد تشييع جسمانها وإجراءات لحدها، وكانت أمنيته أن يلقنها الشهادة وأن يرقدها مرقدها الأخير، ولكنهم تعسفوا ومنعوا كل ذلك، بل ذكر أنه وفي إبان توليه الحكم قد سمح لمحكوم بالإعدام
أن يشهد دفن والده الشيخ أبو زيد هذه الواقعة. إذن كان هذا نقلا مباشرا لوقائع جلسة المحاكمة الجديدة للرئيس المعزول عمر البشير، إضافة لعدد من المنخرطين والمتورطين في انقلاب عام 89. كان هذا إذن ردا من الدفاع على خطبة الادعاء. وننتقل أيضا الآن إلى برلين في سياق الزيارة التي يجريها رئيس الحكومة العراقية، زيارة أوروبية، والآن هو من العاصمة الألمانية برلين. Just a moment. Ja. Guten Morgen. Ich möchte ganz herzlich den irakischen Premierminister Herrn Mustafa Al-Kadhimi hier bei uns in Berlin begrüßen. Er war gestern in Paris, ist heute in Berlin und wir freuen uns. Leider können wir wegen der pandemischen Lage den Premierminister nicht mit militärischen Ehren begrüßen. Das machen wir normalerweise. Das werden wir dann bei einem anderen Besuch gerne nachholen. Es ist ein Antrittsbesuch und ich möchte deutlich machen, dass Deutschland eng an der Seite des Irak steht. Wir wollen unterstützend sein, wenn es um einen Weg der Stabilität, der Sicherheit und des ökonomischen Wachstums geht. Dass das ein schwieriges Umfeld ist, إذن بالتأكيد هذه الزيارة التي يجريها رئيس الحكومة العراقية في إطار زيارة أوروبية كان قد بدأها أمس في العاصمة الفرنسية باريس، والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أيضا اليوم في ألمانيا ومن المنتظر أن يتحدث في كلمة عن العلاقات العراقية الألمانية والتنسيق الأمني بين الجانبين، وأيضا من المنتظر أيضا أن يزور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي المملكة المتحدة في زيارة أوروبية تستمر لأربعة أيام. الآن نعود في سياق هذه النشرة وإلى الخرطوم أيضا، فبعد إعلان الخرطوم تحويل مبلغ تعويضات لأسر ضحايا الإرهاب، كشف وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح للحدث عن أن الحكومة لن تقوم بصرف المبلغ المالي المحول إلا في حال تم رفع اسم السودان نهائيا من قائمة الإرهاب. مبلغ موجود الآن في بنك، وبمجرد ضغط الزر سيتم تحويله إلى بنك أمريكي ليكون موجودا في الحساب، ولكن هناك الاتفاق أنه لن يبدأ الصرف لوصول الضحايا ما لم يتم الإعلان الرسمي عن رفع اسم السودان من القائمة، لكن المبلغ جاهز وحساب بنكي وليست هناك مشكلة في تحويل. هذا اتفاق سياسي أصلا موقع مع الحكومة الأمريكية منذ فترة، أن هناك خطوات متفق عليها بين الطرفين، حتى خطوة التغريدة التي يعني كتبها الرئيس ترامب من ثلاثة أيام تم إخطار الحكومة السودانية بأنه الرئيس سيقرر بهذا الأمر وسيرد عليه رئيس الوزراء السوداني، سيعقب ذلك تحويل المبلغ من حساب إلى حساب في بنك أمريكي، ثم ننتظر الخطوة الرسمية لرفع اسم السودان من القائمة ويبدأ التحويل إلى أسر الضحايا. ننتقل الآن مرة أخرى ومباشرة إلى برلين، حيث يلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. Bei der Stärkung des Privatsektors einen Beitrag leisten. Auch darüber werden wir sprechen. بتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص. ويسرني كثيرا أننا سوف نباشر مباشرة بهذا الحوار وأرحب بكم ترحيبا حارا دولة الرئيس. شكرا جزيلا. ظروف تحديات وباء كورونا. جئت اليوم إلى برلين لكي أؤكد التزام العراق بعلاقات وثيقة ورغبة بشراكة مستدامة مع ألمانيا. أيضا أحب أن أنقل التقدير الكبير الذي تكنه الحكومة العراقية والشعب العراقي للمساعدات الألمانية المتواصلة للعراق في مجال مواجهة الإرهاب في إطار التحالف الدولي للمناهضة لداعش، وهذه التجربة كشفت مدى ارتباط بين أمن واستقرار العراق وبين أمن الأوروبي. نحن نتطلع إلى مواصلة التعاون في المجال الأمني والعسكري في مكافحة الإرهاب، وخصوصا في مجال تدريب وبناء القدرات القوات الأمنية العراقية وضمن إطار حلف الناتو. هذه أوقات صعبة جميعا نمر بها،
الإنسانية تمر بها بسبب ما خلقه وباء كوفيد 19 من تحديات صعبة في مجال الصحة والاقتصاد، وهذا ما يدفعنا أكثر للتعاون، ونحن نتطلع للاستفادة من التجربة الألمانية في هذه المجالات. أود أن أعبر عن شكري مرة ثانية لإشكال الدعم الإنساني المختلفة التي قدمتها ألمانيا في مجال إعادة الإعمار للمناطق التي تضررت بالحرب ضد داعش التي قدمتها ألمانيا، وهناك العديد من القضايا التي نسعى للتعاون فيها في هذا المجال، مثل موضوع اللاجئين والناجحين ومشكلة وإشكالية المقاتلين الأجانب. شرعنا ببرنامج طموح لإصلاح وإعادة هيكلية وتحديث النظامين الاقتصادي والمالي في العراق، وأطلقنا عليه بالورقة البيضاء. هذه ورقة طموحة لإعادة تقييم وإعادة بناء الاقتصاد العراقي. نحن مهتمون بالحصول على كل الدعم من ألمانيا في تجربتها في هذا المجال، في الدعم الاستشاري أو التقني أو الخبرات في هذا المجال. ألمانيا دولة كبيرة ومهمة بالنسبة للعراق، وندعى إلى شراكة مهمة. هناك العديد من الشركات التجارية الاقتصادية بين العراق والشركات الألمانية. نحن نقترب من إعلان عن المرحلة الثانية من خارطة الطريق التي تنفذها شركات ألمانية في مجال تهيئة قطاع الكهرباء وكذلك في البنى التحتية، وبالخصوص هناك المرحلة الثانية من عقد سيمنز لتطوير الكهرباء في العراق. شركات ألمانية نحتاج لها في العراق لإعادة البناء وبناء البنى التحتية. نحن مهتمون بمزيد من التعاون في مجال التطوير في البنى التحتية العراقية، واليوم لدي أنا وفريق عملي الوزاري اجتماع مع اتحاد الشركات الألمانية لاستكشاف فرص التعاون بين العراق وألمانيا. أيضا نتطلع الاستفادة من الدعم المالي في مجال ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة نزيهة، حيث تتعهد حكومتي بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة في منتصف العام المقبل، ويهمنا ضمان أن تتمتع بأعلى نسبة المشاركة وبالشفافية. مرة ثانية أكرر شكري للسيدة المستشارة وأتطلع إلى شراكة حقيقية على المدى البعيد. شكرا جزيلا. Ja, danke schön. Und jetzt gehen wir zu unserem Gespräch. Thank you. إذن كانت هذه هي كلمة رئيس الوزراء العراقي في برلين، متحدثا بالتأكيد مع المستشارة أنجيلا ميركل، والتي بدأها بالحديث عن العلاقات المباشرة والوثيقة والشراكة المستدامة بين الجانبين. لفت الكاظمي بالتأكيد إلى الورقة البيضاء التي طرحها في سبيل تقييم اقتصاد العراق، وطلب الدعم الألماني، لا سيما أيضا شكر ألمانيا على كل الدعم في مجال إعادة الإعمار والدعم الإنساني للاجئين والنازحين. إلى هذه النشرة وتحديدا ترحيب الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بنية واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واصفا ذلك بأنه أمر بالغ الأهمية. في تغريدة على تويتر اعتبر بوريل أن الخطوة تقر بالتغيير في السودان وبجهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما أنها تعزز اندماج السودان في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي على حد قوله، وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي للعملية الانتقالية في السودان وبشكل كامل. نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري نفى أن يكون ضباط من القيادة العامة للجيش الليبي قد التقوا ضباطا من المنطقة الغربية في جنيف. وفي لقاء مع الحدث قال المسماري إنه لا نتائج رسمية عن محادثات 5+5 الليبية في جنيف. لدينا تصحيح بسيط، بعض وسائل الإعلام تتناقل في اجتماعات 5+5 بصيغة غير حقيقية، وهي أن هناك ضباط من القيادة العامة للقوات المسلحة
يلتقون ضباطا من المنطقة الغربية، وهذا الكلام غير صحيح باعتبار أن وفد القيادة العامة يوجد به ضباط من المنطقة الغربية، وبالتالي وفد القيادة العامة يلتقي مع ضباط يمثلون ما يعرف بالمجلس الرئاسي. هذا هو التوصيف الصحيح لهذه المحادثات. ثانيا، رأينا كما رأى الجميع الصور الفوتوغرافية وكلمة السيدة مبعوثة الأمم المتحدة، ورأينا أن هناك على ما يبدو توافق حول بعض النقاط الهامة في المرحلة الأولى. لم تصل إلينا نتائج رسمية باعتبار لم تعلن البعثة عن أي نتائج رسمية، كذلك الأمر لازال في إطار المباحثات وفي إطار مناقشة جدول الأعمال المطروح في هذه المرحلة. المسماري شدد أيضا على أن خروج الأتراك من المشهد الليبي أولوية لنجاح المحادثات في جنيف. هذا هو الأمر المهم الآن، لا نعلم أردوغان إلى أين ذهب في هذه المرحلة وفي هذه الأيام، يقوم بنقل المعدات العسكرية والمرتزقة الأجانب إلى القواعد التي سيطر عليها في المنطقة الغربية، وخاصة قاعدة الوطية وقاعدة معيتيقة وقاعدة مصراتة، ولكن لا يمكن أبدا أن تكون هناك مصالحة وطنية أو نذهب بعيدا في وقف إطلاق النار في حال وجود قوات تركية تعزز في وجودها على الأرض وميليشيات متطرفة تكفيرية في المنطقة الغربية، ونحن نعرف قادة هذه الميليشيات ونعرف تبعية هذه الميليشيات ونعرف كذلك من يدعم في هذه الميليشيات. نحن نريد قوة ضامنة وقوة منفذة على الأرض لترجع البلاد إلى طبيعتها وتخرج كل من هو أجنبي على الأراضي الليبية. أعلنت الولايات المتحدة إدراج شخصيتين وست مؤسسات من الصين على قائمتها السوداء لتعاملهم مع شركة شحن إيرانية، وساعدوها في بعض الحالات على الإفلات من العقوبات الأمريكية. ونتيجة لوضعهم على اللائحة السوداء للخزانة الأمريكية، يجري تجميد أصول هذه الكيانات والأفراد، ويمنع المواطنون الأمريكيون بشكل عام من التعامل معهم. أفاد إعلام النظام السوري بسماع دوي انفجار كبير في عفرين بريف حلب. إلى ذلك كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دخول رتل عسكري تركي إلى سوريا عبر معبر كفر لوسين شمالي إدلب، وتوجهه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة ضمن منطقة خفض التصعيد. أضاف المرصد أن الرتل يضم 75 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية. كذلك كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات عن استعدادات تركية لسحب قواتها من عدة نقاط عسكرية في سوريا، خاصة من موريك أكبر موقع عسكري لها في سوريا كانت قد سيطرت عليه منذ 28 شهرا. تحضيرات تركية للانسحاب من مواقع عسكرية في الداخل السوري مع إعادة تموضع في مناطق أخرى وفق ما كشف عنه المرصد السوري. القوات التركية المتمركزة في سوريا شرعت في سحب أسلحتها الثقيلة وتفكيك معداتها تمهيداً لمغادرة ريف حماة بشكل أساسي. يتعلق الأمر بموريك أكبر نقطة عسكرية تركية والتي استولت عليها منذ 28 شهراً. المنطقة الثانية التي شهدت تحضيرات تركية للانسحاب حسب المرصد هي عدة نقاط عسكرية في إدلب، كما هو الشأن مع معرة النعمان وتل الطوقان وترمبي وتل مرديخ. انسحاب يلفه الغموض أمام معلومات أوردها المرصد السوري بشأن إعادة انتشار القوات التركية فيما يسمى بمنطقة بوتين أردوغان المتنازع عليها، ويتعلق الأمر بدخول قوات تركية إلى مناطق في جبل الزاوية. بحسب المرصد تبقى منطقة ريف حلب منطقة رمادية، لم يتحدد بعد متى ستنسحب القوات التركية منها. يذكر أن تركيا سحبت الشهر الماضي قواتها والميليشيات الموالية لها من خطوط المواجهة مع قوات سوريا الديمقراطية في ريفي تل أبيض وعين عيسى شمال الرقة، تطورات تختلف تماماً مع ما ظلت أنقرة تصر عليه بشأن ضرورة انسحاب النظام السوري من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ إبريل عام 2019.
قال موقع بوليتيكو إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سوف يعقد لقاءين منفصلين مع وزيري الخارجية الأذري والأرمني يوم الجمعة المقبل في واشنطن، ويأتي هذا اللقاء لبحث تطورات النزاع بينهما في إقليم ناغورنو كاراباخ. وكان مجلس الأمن قد دعا خلال اجتماع مغلق كلا من يريفان وباكو إلى احترام هدنة جديدة اتفق عليها الطرفان. وخلال هذا الاجتماع الذي عقد بطلب من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، كرر أعضاء المجلس النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للطرفين باحترام الهدنة الإنسانية التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي. قالت وسائل إعلام أمريكية إن العديد من المسؤولين الأمريكيين بينهم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل ومديرة وكالة المخابرات المركزية CIA جينا هاسبل قد عزلوا أنفسهم لفترة ستستمر أسبوعين بعد لقائهم مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا. وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أعلنت إصابة مديرها العام الذي يقوم بزيارة لواشنطن بفيروس كورونا. اللواء إبراهيم أجرى فحص كورونا قبل مغادرته العاصمة الأمريكية، مما سيضطره إلى تأخير عودته إلى بيروت وإلغاء اجتماعاته التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وزوروا موقعنا الحدث.net. إلى اللقاء.